مصطفى لايف لتعليم القيادة، القيادة عالمنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إذا بغيتوا تعرفون صلاحية الفحص الطبي لرخصة القيادة، تبون تعرفون انتهى ولا ما انتهى، تدخلون على الموقع الموجود تحت في الأسفل، موقع إفادة طبعا تبع أول ما تدخلون قد تجدونه باللغة الإنجليزية، تروحون هنا وتضغطون على عربي، أوكي الموقع راح يتحول إلى العربي، تنزلون إلى تحت، أوكي تختارون هنا اللي هو نتيجة شهادة، نتيجة شهادة، وتحطون هنا رقم السجل المدني، وتحت رقم الجوال يبدأ بتسعة ستة ستة بدون صفرين، تسعة ستة ستة خمسة كذا، وتأشرون على ذا، أوكي قد يدخلكم على صورة يقول لكم حط التشابه شبه هالقبيل بس، ويطلع لكم التقرير الطبي ويبين متى بينتهي وصلاحيته، وإذا يفيدكم إذا جاء إن شاء الله تطلعون رخصة. دمتم بود، أخوكم مصطفى لايف. عندك سيارة؟ عندي لك متجر عند أشياء حلوة، متجر زين النساء لمستلزمات السيارة، لا يفوتك، حياك تعالي شوف إيش عندنا.